الأمة العربية والإسلامية ليست مخيرة لأن تقف مع أهل فلسطين مش على التخيير. المسألة إلزام وحكم شرعي. القدس وفلسطين أمانة في أعناق كل مسلم، ومن لا يقف مع فلسطين وأهلها فهو خائن للأمانة وخائن لله ولرسوله وللمسلمين أجمعين. ونحن في لذة بأن نقاوم ونرابط ونستشهد ونسجن من أجل هذه الديار. فمنا الشهداء ومنا الجرحى ومنا المعتقلون ومنا المرابطون، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وين مكان المعركة؟ أنتم شرقي النهر وهم غربيه، حتى ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنهم شجر يهود. فهم بدوا سيطروا على غوار، بزعوا الغرقد في فلسطين المحتلة عام 48، لن يجديهم نفعا. النصر لنا بإذن الله.